أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة أجايل يوث لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم كقادة للتغيير في المستقبل. ويهدف معسكر أجايل يوث إلى تقديم حقيبة تدريبية شاملة تغطي عدة مجالات كالابتكار التكنولوجي والقيادة والاتصال الفعال وغيرها من الموضوعات اللازمة لتأهيل وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على مواجهة تحديات العصر بحلول مبتكرة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن حزمة برامج وأنشطة الصيف التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة سنويا للشباب المشاركين، بما يتيح لهم فرصة لتنمية مهاراتهم واستثمار وقتهم بأفضل الطرق الممكنة. فيها عدة برامج لتنمية قدرات الشباب ونشر وعيهم، وكان إحدى البرامج دي بتعاون مع مكتبة الإسكندرية برنامج ستارز، وكان الشعار بتاعه خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي. الحقيقة النهاردة كان بمناسبة الاحتفال بيوم العالم الشبابي، قررنا إحنا ومكتبة الإسكندرية نطلق البرنامج هيكون فيه محاور عدة وهيكون على مراحل مختلفة، هيكون على 5 مراحل. المرحلة الأولى هتكون بإذن الله في سوهاج والغربية ومحافظة البحيرة، هنستهدف عدد كبير من الشباب. هيكون في المحاور اللي احنا هنشتغل عليها هتكون ريادة الأعمال، والحقيقة لمؤسسة حياة كريمة النهاردة يعني أعلنت أن هي هتخصص 5 مليون جنيه لحضانات الأعمال بإذن الله. هنشتغل كمان على تنمية المهارات الشخصية للشباب، هنشتغل على الحفاظ، ازاي نحافظ على الهوية، ازاي حقوقهم ناحية واجباتهم ناحية المجتمع. هنشتغل كمان على التنمية الوظائف بتاعت التنمية المستدامة والوظائف الخضراء وقد ايه هي مهمة في المستقبل. هنشتغل على مجال نشر الوعي التكنولوجي، هنشتغل على مجالات كتير جدا، وان شاء الله يعني هيكون في المراحل الجاية يعني كل مادة هنعرف قد ايه الشباب محتاج ايه ونقدر نشتغل عليه. عاملين هذه المبادرة مع مؤسسة حياة كريمة وهتنطلق النهاردة، والهدف الأساسي بتاعها أن احنا هنعمل ورش عمل في كل المحافظات. يعني المكتبة هتساهم بالإمكانيات اللي عندها، احنا عندنا ناس قادرين على أنهم يعملوا محاضرات في التنمية البشرية وفي تنمية المهارات وفي تنمية مهارات الاتصال وفي أمور عديدة جدا، وعندنا أيضا إمكانيات أن احنا نديهم معارف في مجالات كتيرة جدا، معارف في التاريخ، معارف في يعني الذاكرة الوطنية، معارف في الوعي بالقانون. يعني في كتير جدا من الإمكانيات اللي موجودة في المكتبة اللي احنا ممكن نقدمها في ورش العمل دي، بحيث ان احنا في الآخر خالص هيبقى كل جمهورية مصر العربية في إطار مشروع حياة كريمة نستطيع ان احنا يعني نشتغل في القرى المختلفة، بحيث ان احنا نعمل قدر من يعني كبير من تنمية الوعي الشبابي وتنمية القدرات الشبابية وتنمية قدرات الإبداع والابتكار عند الشباب. حقيقة النهاردة حدث شديد الخصوصية لأنه تعاون مع مؤسسة كبيرة وفريدة من نوعها وهي مؤسسة حياة كريمة لإطلاق برنامج يسمى ستارز، وهو برنامج بناء قدرات للشباب الجامعي في مجالات مختلفة. الحقيقة مجالات، وده طبعا في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مجالات ليها علاقة بالابتكار، مجالات التنمية المستدامة والوظائف الخضراء، مجالات لديها علاقة بريادة الأعمال، أيضا مجالات ليها علاقة بالتراث والهوية والحروب الإدراكية والمواطنة وما إلى ذلك.